تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة، صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا على 600-55-1414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006، وأيضا متواجدين معاكم لايف عبر حساب نور دبي على الانستغرام. اللي حاب يتابع كل التفاصيل الخاصة بهذا البرنامج نحن موجودين معاكم إن شاء الله على هذه الساعة الإذاعية اللي نتمنى أنها تكون مليئة بالمعلومة يعني اللي توصلنا معاكم إلى نمط الحياة الصحي والسليم. وزارة الصحة ووقاية المجتمع أعلنت في بيان لها أنها تسحب دواء لعلاج منع تخثر الدم وتعلق تسجيله وتسحب تشغيل واحدة من الأدوية لتخفيف حرقة المعدة وعسر الهضم الحمضي. طبعا هذا كان من خلال تصريح لسعادة الدكتور أمين حسن الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، وذكر أن هذه التعاميم لسحب منتجات دوائية فورا حفاظا على صحة المجتمع. تفاصيل هذا الموضوع نحن على طول ما ننتقل للدكتور أمين الأميري معنا عبر الهاتف. صباحك الله بالخير أول شيء دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا دكتور. نحن عاد سامحنا أدري بك أنت بتدخل عندك مؤتمر، لكن آثرنا أن نفيد المجتمع بهذا الموضوع ونعطي بعض الاستفسارات اللي ممكن تدور في بال المستمع العادي الفرد العادي البسيط. يا ترى ليش تم سحب هذه الأدوية؟ وناخذ بعض يعني فكرة عامة عن آليات العمل في الوزارة في هذا الإطار. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هذا واجبنا وفي سبيل خدمة الوطن وخدمة الدولة وخدمة المجتمع، هذا واجبنا في أي وقت. الجانب الآخر انطلاقا من حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الهيئات الصحية المحلية كهيئة صحة دبي ودائرة الصحة في أبوظبي وكذلك مدينة دبي الطبية والجهات الصحية الخاصة في الدولة، لدينا لجنة عليا تسمى باللجنة العليا لليقظة الدوائية. هذه اللجنة تتابع مجريات التحذيرات التي تصدر عن الهيئات المعنية بالدواء عالميا، بالإضافة إلى الدول التي تتواصل مع دول الإمارات من خلال الشبكة العالمية لليقظة الدوائية، حيث أن الإمارات عضو بهذه الشبكة. نحن نقوم بالاطلاع على أي تحذير يصدر عن أي مستحضر دوائي أو مستلزم طبي، بالإضافة إلى أن للإمارات مختبر مرجعي للرقابة الدوائية في مجمع دبي للتقنية الحيوية. هذا المختبر يقوم بأخذ عينات عشوائية من الأسواق أي الصيدليات الخاصة والحكومية وفحص هذه العينات العشوائية من المستحضرات الدوائية وبيان مدى فعالية وحيوية هذه الأدوية بالمقارنة مع المستحضر المرجعي. يعني اليوم كل دواء مصنع عالميا لهذا الدواء مستحضر مرجعي، وهذا المرجع عبارة عن كل المواد الفعالة والمواد الأخرى المكونة لهذا الصنف الدوائي استنادا إلى جهة التصنيع والنسب المئوية المكونة لهذا المستحضر الدوائي من المادة الفعالة والمواد الأخرى الموجودة. فعند قيام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بفحص هذا المستحضر الدوائي، هو دواء يسمى بيدوفيكس ويستخدم لعلاج منع تخثر الدم صناعة شركة تبوك السعودية وكذلك بالتنسيق مع هيئة الدواء والأغذية السعودية،
وجدنا معا بأن عند مقارنة نتيجة هذا المستحضر الدوائي من حيث التكافؤ الحيوي، فإن التكافؤ الحيوي للمنتج الفعلي الموجود في الأسواق أقل بكثير من المستحضر المرجعي، أي المادة الفعالة كانت بنسبة 57% من النسبة الأساسية التي يجب أن لا تقل عن 95%. يعني اليوم إذا مادة الفعالة يجب أن تكون بنسبة 100% في المستحضر الدوائي، بالإمكان قبول plus minus 5 يعني زائد ناقص 5، وهذا عالميا هاي نسبة معتمدة حسب الدستور الدواء المعتمد من هيئة الدواء الأخذي الأمريكية والهيئة الأوروبية للدواء المسمى بإيما. فوجد أن المادة الفعالة أقل من النسبة المقررة، أي أن لهذا الدواء ليس له أي نوع من الفعالية إذا قام المريض باستخدام هذا الدواء، مع العلم أن هذا الدواء يستخدم لعلاج منع تخثر الدم، أي المسألة العلاجية التي من شأنها وجد هذا الدواء خطيرة. فلذلك حرصت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع هيئة الدواء الأخذي السعودية بسحب جميع تشغيلات لهذا المستحضر الدوائي، بالإضافة إلى منع دخول هذا المستحضر إلى الدولة، وكذلك إبلاغ الوكيل المحلي بالدولة وكذلك الجهة المصنعة بعملية سحب هذا المستحضر وتعليق التسجيل لحين قيام المصنع بإجراء التعديلات اللازمة وإبلاغ الجهة الحكومية المشرفة على هذا المصنع أي في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبعد التأكيد من أن هذا المستحضر أصبح مطابق للمستحضر المرجعي، فيتم سماح هذا الدواء بالدخول في الأسواق الخليجية والعالمية مرة أخرى. فهذا أو كل هذه الإجراءات عملت في سبيل الحفاظ على الصحة والسلامة مجتمع الإمارات، وهذا هدفنا بأن نتأكد بأن أي مستحضر دوائي يدخل إلى الدولة بعد اجتياز إجراءات التسجيل والتأكد من تسجيل هذا الدواء بشكل جيد، كذلك نحن نقوم بالتأكد من أن الأدوية الموجودة في الدولة هي مطابقة للمستحضر المرجعي عند تسجيل هذا الصنف الدوائي قبل عام أو عامين أو 20 عام. فهذا الدليل تميز دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الجهات الصحية الموجودة في الدولة بشراكتها الاستراتيجية مع بعض، تقوم بمتابعة كل هذه المجريات لأن تكون الإمارات في على قائمة الدول التي تعتمد الدواء بشكل أساسي حسب المعايير العالمية. جميل دكتور، هذا بالنسبة لتخثر الدم، أيضا في أدوية خاصة بتخفيف حرقة المعدة وعسر الهضم الحمضي، ياريت بس لو تعطينا فكرة سريعة عن هذا الأمر. يختلف شوية بأن الجهة المصنعة اكتشفت أو المصنع اكتشف، هو مصنع من سلطنة عمان، اكتشف بأن تشغيلة واحدة فقط وليست كل التشغيلات، تشغيلة واحدة فقط لم تجتاز اختبار الجودة، فقامت الجهة المعنية بهذا المصنع أو الجهة الرقابية بهذا المصنع طوعا بإبلاغ الجهات الحكومية المختصة من خلال المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون الخليجي بأن هذه التشغيلة لم تنجح في اختبار الرقابة النوعية، وبرجاء مراقبة هذا الأمر، فلذلك تم سحب هذه التشغيلة فقط، أما الدواء سليم من التشغيلات الأخرى، فقط تشغيلة واحدة. فلذلك حرصنا كذلك أن نعلق مع العلم بأن هذا الصنف الدوائي لم يدخل إلى دولة الإمارات، ولكن نحن حريصين إجراء وقائي صحيح وقائي المجتمع بالتنسيق مع الجهات الصحية أن حتى لو الصنف الدوائي ما دخل إلى دولة علينا أن نبلغ المجتمع. لماذا؟ هذا ممكن تعبتك تسأل هذا السؤال صح. لأن اليوم نحن عندنا كثير من الناس يسافروا إلى الدول الشقيقة صح. وإلى دول العالم، أو العكس صحيح أن الإخوان والأخوات من الدول الشقيقة هاي يزورون إلى دول الإمارات، وقد يكونوا أو يكون شخص من الأشخاص لا زال يحتفظ بهذا الصنف الدوائي، فعلينا أن نبلغ هذا الشخص بأخذ الحيطة والحذر والعمل على بارك الله فيك يعني إتلاف هذا الصنف الدوائي من هذه التشغيلة فقط، أما التشغيلات الأخرى لا. يعني دكتور حريصين حتى إجراءات احتياطية واحترازية، كل هدفنا الحفاظ على الصحة والسلامة في مجتمع دول الإمارات. أول دكتور كانوا يقولون تسأل واحد شو تبغى صوغة من هناك، الحين قاموا يقولوك يبلي الدول الفلاني والدول العلاني إذا بتسافر أي مكان. والله أنا أشكرك أنت أثرت هذه النقطة، لأن هذه نقطة جدا حساسة وخطيرة صح. اليوم
الإنسان لا يحتاج إلى أي صنف دوائي أو أي مكمل غذائي ذات الدعاء الطبي إلا في حال أن يكون قد شخص هذا الأمر أو تم تشخيص حالته من قبل الطبيب المعالج وتم وصف هذا المكمل الغذائي ذات الدعاء الطبي أو هذا الصنف الدوائي من قبل الطبيب المختص. أما أنا أخوكي اليوم بارك الله فيك ويأخذ الدواء بناء على هواه أو حسب قرار الشخصي هذا لا يجوز. يعني حتى المكملات الغذائية التي لها الدعاء الطبي لأنها تحتوي على بعض البروتينات بعض الفيتامينات بعض المكونات والمواد الكيميائية الأخرى التي إن أخذت بكميات كبيرة لا يحتاجها جسم هذا المستهلك فإن هذا الأمر سوف يضر أو يلحق به الضرر. فلذلك يجب اتخاذ كل هالإجراءات يعني بصرامة، والأدوية يجب ألا تتخذ من تكون هدايا أو تكون مثل ما قلت على عمرك الكلمة صوغة. الكلمة العامين استخدمها صوغة. وكذلك في أمر أنا لاحظته في البلد أو خلينا نقول في المنطقة إن مريض يأخذ توصية من مريض آخر يقول لي ترى أنا استخدمت هذا الدواء للسكري أو لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو لعلاج المرض الفلاني شو رأيك تستخدمه هذا زين. هذا الأمر خطير خطير جدا جدا لأن أصبح المريض هو الطبيب هو الفني المختبر الذي قام بالتشخيص هو الصيدلاني هو المريض في آن واحد. صحيح. فلا يجوز أن يقوم المريض بالتشخيص حالته بنفسه ولا يجوز أن يأخذ صنف دوائي بدون توصية الطبيب أو بعد الاطلاع على حالته الصحية من قبل طبيب المعالج. ولا يجوز كذلك أن أقوم أنا بإعطاء أو خلينا نقول توصية شخص آخر باستخدام نفس الصنف الدوائي اللي أنا أستخدمه. يمكن هذا الدواء يفيدني أنا حسب حالتي المرضية ما يفيد الطرف الآخر. صح. يعني هذه النقطة أنا أشكرك أنك أنت أثرتها لأن من خلال برنامجكم الموقر من خلال هذا المنبر المبارك يجب أن ننشر الوعي والفكر عن الاستخدام الأمثل للأصناف الدوائية والمكملات والغذائية للدعاء الطبي. وهذا يأخذني أخوي الفاضل إن أنا أثير موضوع آخر كذلك إن الناس اللي يقومون أو الناس الأفراد اللي يقومون بشراء الأدوية المكملات والغذائية للدعاء الطبي من خلال مواقع إلكترونية. أيه. هذه المسألة خطيرة جدا. يعني اليوم أنا أشتري دواء أو مكمل غذائي من المواقع الإلكترونية أشارت منظمة الصحة العالمية 90 إلى 95% من هذه المواقع الإلكترونية شركات وهمية وتبيع أدوية مغشوشة ومقلدة ومزورة. فهنا تكمل تخزينها غلط دكتور. أنسى موضوع أن الواحد ما وصف لك وصفة طبية عليها، تخزينها غلط، كيف توصلك، هل هي بالفعل أصلية نقلية، يعني وايد أمور وايد مخاطر على هذه المسألة. دكتور أنا بس قبل لا أختم معك دكتور بس يعني الحين أنتوا سحبتوا هذه الأدوية، شو البدائل أو شو هو البروسيس اللي تقومون به لتوفير البدائل للمرضى إذا ما كانت الأدوية موجودة؟ طال عمرك البدائل موجودة، كل صنف مبتكر موجود بعد انتهاء حقوق الملكية الفكرية. نقوم كدولة الإمارات بتسجيل من 12 إلى 16 أو 18 صنف بديل من الأدوية المثيلة تسمى جينيريك أو المبتكرة تسمى الإنوفيتر. لذلك هناك بدائل لكل الأصناف الدوائية، وفي حال عدم وجود البدائل نقوم باتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة لضمان توفر الدواء لأي حالة مرضية في دولة الإمارات. وهذه من سياسة اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية وكذلك اللجنة العليا لليقظة الدوائية في دولة الإمارات. جميل دكتور، رسائل على السريع بقراها لك. يعني يعيدونك المريض بعد خروجه من المستشفى وكأنه متخرج دكتور وصيدلاني ومطوع بعد. حد يقول هني وايد ناس يشخصون ربعهم هذا الدواء وما أدري شو يمكن حالته تختلف. زين لقيت في السوشيال ميديا دواء على أساس أنه ينظف القولون وحاطين صور وقبل وبعد، وسألت الدكتور عندنا متخصص في القولون قال مستحيل لأنه أصلا بعد الأكل راح يرجع الوسخ فيه فكيف تنظفه. عموما هذه رسائل تفاعل مع الطرح اللي طرحته دكتور أمين الأميري، سعادة الدكتور أمين الأميري وكيل مساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص بوزارة الصحة ووقاية المجتمع. شاكرين لك هذه المداخلة دكتور، ونتمنى لكم التوفيق دائما في كل الأطروحات اللي تقدمونها. شكرا لك دكتور. كل الله وهذا واجب. شكرا جزيلا. إذا مستمعينا متواصلين معاكم بعد الفاصل إن شاء الله، سوف نذهب للحديث عن يعني شغلة جميلة جدا إن شاء الله، يعني فالخير على
على المجتمع في دبي. خلونا نعرف التفاصيل بعد الفاصل بإذن الله، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي عبر أثير إذاعة نور دبي. إذن مستمعين، أرقام التواصل معنا 600-551-414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. كنا قبل الفاصل يعني من بشرناكم أن في موضوع جميل ما نطرحه. الموضوع هو في اتفاقية بين صحة دبي ودائرة الشؤون الإسلامية لتأسيس مركز لغسيل الكلى بتكلفة 30 مليون درهم. طبعا هذه الاتفاقية برمتها الهيئة والدائرة، يعني فيها تعاون مع عديد من الجهات والمساهمين من خلال أو على هامش معرض الإنجازات الحكومية اللي كان مقام خلال الأيام الماضية. تفاصيل هذا الموضوع وتفاصيل هذه الاتفاقية ما نتعرف عليها من خلال ضيفنا عبر الهاتف سعادة أحمد درويش المهيري، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري. صبحك الله بالخير أستاذ أحمد. صباح الخير. صباح النور. يعني أول شيء جزاكم الله خير على هذه المبادرات الجميلة، هذه الأخبار الطيبة اللي إن شاء الله يا رب تساهم في حل يعني أو التسهيل على مرضى اللي يعانون من أمراض الكلى. الغسيل هذا نحن نعرف المعاناة الكبيرة اللي يعانيها مريض الكلى، لكن في البداية ليت بس لو تعطينا فكرة عامة عن المشروع، ويا ترى متى بيبدأ العمل في إنشاء هذا المشروع، ومتى تتوقعون أنه بينتهي أصلا؟ بداية نشكركم صراحة على هذا اللقاء، ومع بداية عام 2018 اللي هو عام زايد، صراحة دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري وهي المعنية بالعمل الخيري أو تنمية العمل الخيري في الإمارة، ومن دراستها صراحة لاحتياجات الإمارة من المشاريع الخيرية والمستدامة. احنا هنا في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري عندنا نموذج للعمل الخيري، يمكن نموذج مطور طورت الدائرة تسعى من خلاله في الوصول أو تحقيق مفهوم العمل الخيري المستدام. لذلك صراحة بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي رأينا بأن هناك في حاجة ملحة لوجود مركز لغسيل الكلى. رأينا بأن إنشاء مركز لغسيل الكلى هذا بيدعم بداية استراتيجية الدائرة اللي هي 18-21 واللي قائمة على إيجاد مشاريع خيرية مستدامة تحقق صراحة حاجات عندنا إحنا، أو حاجات يمكن حاجات ثلاثة نركز عليها، اللي هي حاجة المتبرع وحاجة المستفيد وحاجة للمجتمع كذلك. المتبرعين إذا هم الخير موجودين في يعني أو سواء في الدولة أو عموم يعني فاعلي الخير يحب أن يعني مجبولين على هذا، يعني ونحن الحمد لله رب العالمين في يعني في بلاد يمكن العمل الخيري فيها متأصل، يعني سواء يعني من بداية الشيخ زايد الله يرحمه وكذلك في القيادة الرشيدة المتمثلة في سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. فارتئينا بأن نقوم بمشروع مشترك، شركانا فيه شركاء استراتيجيين للدائرة وهم جمعيات الخيرية نعم في الإمارة، وهي جمعيات ثلاث صراحة ساهمت في هذا المشروع: جمعية دار البر وجمعية دبي الخيرية وجمعية بيت الخير. ما شاء الله.
المشروع هذا طبعا بيكون تكلفته تقريبا 30 مليون درهم. المشروع بيطرح إن شاء الله خلال 6 شهور يعني كمناقصة. حاليا حن شكلنا لجنة من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ومن هيئة الصحة للاتفاق مع الاستشاري على تصميم المشروع. إن شاء الله المشروع بيكون ب 130 كرسي لغسيل الكلى. نتوقع أن ننتهي من المشروع خلال 3 سنوات، من 2.5 إلى 3 سنوات إن شاء الله. المشروع هذا إن شاء الله بيكون في منطقة طوار، بيخدم طبعا نسبة كبيرة بتكون فيها، أو تقريبا 30% منها بتكون خيري، يعني 100% خيري، والآخر ممكن أن تستفيد منه دائرة الصحة. هيئة الصحة أو هيئة الصحة هي اللي بتكون المشقة اللي للمشروع هذا. جميل. يعني أنا أبغى أتطرق لموضوع الشراكة الاستراتيجية في إنجاز هذا المشروع وأهمية التعاون ما بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وهذا الدور اللي حقيقة اجتمعتوا عليه أنتوا كلكم لخدمة العمل الإنساني بشكل عام. فهذا نموذج جميل، نتمنى إن شاء الله أن يتكلل بالنجاح، وإن شاء الله تستمر يعني مثل هذه المشاريع. فهذه بداية، لأن مريض الكلى دائما سعادتك يعني محتاج إلى رعاية خاصة، والمعسر في مريض الكلى المعسر يعني وايد صعب أنه يتكفل بكل هذه المبالغ اللي ممكن من خلالها أنه يعني يمارس حياته الطبيعية. فجزاكم الله خير. جزاك الله خير. صحيح احنا اصلا يعني اتجهنا لهذا النوع او لهذا المركز بعد دراستنا صراحة للواقع، لان احنا اليوم يعني خاصة في المؤسسات الخيرية في الامارة هنا ندفع يمكن مبالغ طائلة على مرضى غسيل الكلى. فنحن ارتئينا بان نقوم بمشروع، والمشروع هذا مستدام بيحقق يعني قاياتنا احنا، وفي الاخير نحن بنحقق كذلك قايات المستفيدين، وبنحصل على تصدق افضل خدمه. يعني اليوم نحن عندنا هيئه الصحه يعني تقدم افضل خدمات يمكن على مستوى على المستوى المحلي يعني. فنحن يعني من هذا المنطلق كذلك يعني نحن بنقول اليوم حتى للجمهور بان المشاريع الخيرية المستدامة هي يعني الأكثر فائدة للمتبرعين. اليوم المتبرع يبغي يتبرع، يبغي يشوف نتيجة تبرعه هذا، يبغي يعني في الأخير يحقق قاية حتى عنده هو. اليوم هذه للمحسنين والمتبرعين، يبغي يعني يبغي يرفع عن كاهل، سواء كاهل الضعيف أو المحتاج. فنحن اليوم بدورنا في تنمية العمل الخيري بأن نوجد مثل هذه المشاريع، نخليها يعني فرصة للمتبرعين أنهم يتبرعون فيها يعني لتحقيق هذه القايات. جميل. يعني أنا عجبني حتى تصريح معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة ومدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن هذا التعاون مع الدائرة يعني يفتح المجال لاتفاقات أخرى لخدمة المرضى وجمهور المتعاملين مع الهيئة. أيضا وضح أن مركز غسيل الكلى هذا بيكون يعني مو بس مركز لغسيل الكلى، بيكون إن شاء الله صرح علمي وطبي، ومن خلاله وخلال الدعم يعني المقدم من الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بتمكن الهيئة كذلك من توفير أفضل فرص الوقاية والعلاج من أمراض الكلى، وخاصة عند المرضى المعسرين اللي مثل ما ذكرنا أن هم محتاجين بشكل دوري أن يتم لهم هذا الغسيل. نحن نتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله منتابع معاكم تفاصيل هذا المشروع أول بأول، وأي اتفاقيات ثانية كذلك ممكن من خلال المستقبل القريب إن شاء الله تكون في مشاريع أخرى لي يعني كل الأمراض اللي الواحد ممكن من خلالها يعني يخفف من معاناة المرضى. مشروع رائد، طريقة مبتكرة في
استثمار أموال المحسنين نحو مثل ما ذكرت سعادتك الاستدامة في هذه المشاريع. كلمة أخيرة تبغي توجهها أيضا، تبغي تفتح المجال كذلك للسادة اللي حابين يشاركون ويتبرعون في مثل هذه الأعمال، عندنا دقيقة سعادتك تفضل. والله كلمة الأخيرة أقول أن نحن طبعا الجمعيات الخيرية اللي هن الثلاث اللي ذكرتهم هن الجمعيات اللي بيدعمن هذا المشروع، فأي متبرع ممكن أن يتبرع لهذه الجمعيات، لمركز غسيل الكلى اللي هي جمعية دار البر وجمعية بيت الخير وجمعية دبي الخيرية. وفي الأخير صراحة أشكر نور دبي، ذات نور دبي، وأشكر برنامجكم على إتاحة هذه. شكرا لك. كان معنا عبر الهاتف سعادة أحمد درويش المهيري، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري. تكلمنا عن تأسيس مركز لغسيل الكلى بتكلفة 30 مليون درهم، إن شاء الله بيكون في منطقة الطوار، يعني هذا المركز بإذن الله بيكون ضمن أعلى المعايير والمواصفات العالمية، واللي بيقدم خدماته إن شاء الله للعمل الخيري المعسرين من المرضى. نتمنى إن شاء الله أن يكون جدام الخير إن شاء الله عليكم وعلى وما نتمنى أصلا حد يعني يحتاج هذا المركز قدر الإمكان، ولكن إن شاء الله يا رب الله يواليكم الصحة والعافية. ما نطلع فاصل مستمعينا بعد الفاصل بإذن الله، من متواصل من كمل فقرات برنامجنا من صحة وسعادة، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذن أرقام التواصل معنا 600551414، أو عن طريق الرسائل النصية على 400 6، وأيضا موجودين عبر حساب نور دبي على الإنستغرام. طيب اليوم بدينا بموضوع الأدوية، كان في يعني إلزام من إدارة الصيدلة في هيئة الصحة بدبي على جميع الشركات ووكلاء وموردي الأدوية بضرورة توريد الأدوية والمستحضرات الصيدلانية للهيئة مرمزة بباركود حسب النظام العالمي اللي عندهم، واللي يعد يعني من التصاميم الأحدث عالميا بعد اكتمال عملية التحول للصيدلية الذكية في مستشفى دبي وراشد، وأيضا عدد من الأنظمة اللي بدأوا تطبيقها كذلك في مستشفى لطيفة والند الحمر والبرشة، وأيضا مركز الطوارئ في مستشفى راشد. هذا كله كان يعني خلال هذه السنتين، يعني كل هذه المواضيع لخفض وقت الانتظار في عملية صرف الدواء وتحقيق أعلى درجات الدقة في تسليم المرضى والمتعاملين الوصفات الطبية. ومثل ما ذكرنا أدويتكم عبر السوشيال ميديا ما لها داعي، خير شر ما لها داعي، أي دواء أي مستحضر أي شغلة زي بتاخذ على السوشيال ميديا ما لها داعي. طيب ناخذ عبد الرحمن معانا عبر المداخلة. من عبد الرحمن تفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم. يا هلا يا سيدي. كيف الأستاذ محمود دكتورة ندى، كيف حالكم؟ دكتورة ندى اليوم إجازة طال عمرك، تفضل. يلا جزاك الله خير، أنا ما سمعت في البرنامج. تفضل عبد الرحمن. الغالي الله يحفظكم، أنا عندي مقترح أكيد يخدم المرضى ويعزز الجانب الإنساني الذي تحرص عليه الهيئة، وبنفس الوقت يعني يتزامن مع عام سيد الخير في هذا الزمان الزايد رحمه الله. أنا أقول بالنسبة لأن بعض الأمراض اللي هي مثل خلنا نقول الضغط أو السكر، لماذا لا تكون مبادرة من هيئة الصحة أن يكون الفحص عليها يعني مجاني وسريع، لا ينضوي تحت الدهور والانتظار، سيما أنه أمراض ملحة وكذلك يعني مسألة التشيك عليها لا يأخذ إلا دقيقة،
ربما للضغط ودقيقة للسكر. عبد الرحمن خليك وياي على الخط. دكتور محمد الرضا معانا، يا ليت بس لو تدخل لي الدكتور محمد الرضا، بيبان ان احنا نتكلم على مواضيع كثيره، لكن دكتور محمد الرضا هو مدير التحول التنظيمي. دكتور انا اللي اعرفه يعني، سمعت عبد الرحمن ولا دكتور؟ السلام عليكم. لا والله ما سمعته. عبد الرحمن كان يقول ليش ما يكون في عندنا مبادره ان يكون في فحص مجاني للضغط والسكري تقدم من الهيئه، يعني في ضمن هذا عام 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 زايد وبلد الخير وكذا، انه يكون هذا الفحص مجاني. انا اللي اعرف الدكتور انه ضمن استراتيجيه هيئه الصحه بدبي هنالك العديد من المبادرات اللي تصب في هذا المجال. صحيح. يا ليت اذا عندك فكره عنها، بما انك انت مدير التحول التنظيمي عندنا تخبرنا. فكره جدا جدا طيبه. مش فقط مجاني، نتمنى نقدر نسوي الزامي ايضا، بحيث أن نقدر نأخذ معدل الضغط ومعدل السكر لدى المجتمع كله. جاري أيضا تباحث مع فريق التأمين بحيث أن كيفية إلزام المجتمع. تعرف لما تيجي تقول لشخص أنك أنت لازم تفحص، يمكن تكون في ردة فعل عكسية، ولكن كيف أن تحطها بمنظومة ومنظور أن هذا الفايت، وتعملها باكجينج شيء معين أن هذا لمصلحتك، وبحيث أنه هو ييك من غير ما أنت تقول له. صحيح. هذا كله جاري يعني. وايضا عبد الرحمن تسمعني عبد الرحمن؟ نعم إيه. يعني فكرتك واضحه انزين، ونحن ما نحولها بعد في هذا الاطار، لكن انا اللي اعرفه ايضا عندنا في عام زايد العديد من المبادرات اللي فيها اصلا الفحوصات، مو بس الضغط والسكري، في فحوصات كثيره وحتى فيها برامج توعويه للتغذيه ونمط الحياه الصحي اللي المفروض يكون، وعن التدخين وغيره وغيره وغيره، الكثير من هذه الامور. لكن معاك حق دكتور محمد، يأيدك تماما ان شاء الله ما نرفع هذه التوصيه انه يكون الزامي بعد، يبغي ما يكون اختياري، بس مجاني الزامي. مجاني الزامي ان شاء الله. اكثر حديثك حديث دكتور بالخير، معناه ممكن إلى الآن مسألة الإعلان وإخبار الجمهور، لأن قبل شهر استضفتم كذلك مسؤول ما أدري الدكتور أو غيره، وذكر المبادرات الهيئة في كثير من المجالات، وأنا وقتها شاركت وقلت هذه كلها طيبة وتدل على يعني إبداعات، لكن كذلك الجانب الصحي الذي هي أصلاً مختصة به إلى الآن ما الجديد؟ قال إن شاء الله سيتم الإعلان. أنا يعني بشكل عام متابع. تابعنا عبد الرحمن. مهتم، لكن إلى الآن ما عندي أي علم عن هذه. DHA_Dubai هذه حساباتنا على التواصل الاجتماعي، بتحصل فيها كل المعلومات، وأنا بعد بدوري بطالب يعني يوميا أحاول أطلع ضمن برنامج صحة وسعادة كذلك كل المبادرات في هذا المجال. فالك طيب؟ إذا منشورات يعني في الدوائر الصحية، الدوائر العامة، إن شاء الله، الأماكن العامة، صدارات الباصات، ما شابه يعني، إن شاء الله سيعرف المجتمع. يا أخي وايد فلوس يطلبون يعني للنشر وايد فلوس يبغون، وأنا أبغي نقول هالكلام على هو، لكن هذا الواقع. جزاك الله خير يا عبد الرحمن، شكرا لك. أقل في دوائركم الصحة. الله يسلمك. إن شاء الله نحن في دوائرنا حتى الشاشات موجودة. شكرا لك دكتور. سامحنا نحن دخلناك في موضوع عبد الرحمن، بس لما أنت تعرف أي برنامجنا دائما نقول هو للناس، نحن نفتح المجال لهم، هم سواء اللي عنده ملاحظة، عنده اقتراح، عنده أيضا شكوى، يا ليت أنه يتواصل معنا. دائما نقول هالمجال مفتوح. لكن دكتور أيضا بما أننا نحن في البلوك اللي قبل هذا الفاصل كنا نتحدث عن اتفاقية ما بين الشؤون الإسلامية وهيئة الصحة بإنشاء مركز لغسيل الكلى للمرضى المعسرين، الهيئة متواصلة في توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لفتح المجال للاستثمار أيضا في القطاع الصحي. أنتوا البارحة كان في توقيع اتفاقية أمام المؤسسات الكندية في جانب خاص بتبادل الخبرات والتجارب، وأيضا ما يتصل بتطوير البنية التحتية والتقنية ورفع كفاءة التشغيل للمنشآت الطبية والتعليم الطبي والتدريب والتنمية المهنية. كل هذه محاور مهمة جدا دكتور لتطوير القطاع الصحي بشكل عام في أي مكان في العالم. خلنا نتكلم عن هذه الاتفاقية مع الجانب الكندي دكتور، وإذا بتعطينا أهم المحاور والأشياء اللي طلعتوا فيها من خلال هذه الاتفاقية اللي بتصب إن شاء الله لمصلحة المرضى بإذن الله.
طبعا هاي الاتفاقية كنتيجة لزيارة فريق من هيئة الصحة بدبي إلى كندا العام الماضي في شهر 7 2017، وقام الفريق بالتعرف على كثير من المؤسسات العلمية والبحثية والخدمية في كندا، وأيضا حتى للبنية التحتية والتعاون في مجال الاستثمار. فبالتالي الطبيعي أن الفكرة بحيث أن نوقع اتفاقية مع حكومة كندا، مؤسسة اسمها CCC، للتعاون في هذه المجالات. طبعا زيارتنا لكندا كانت لمدة أسبوع، تعرفنا على الكثير من الشخصيات اللي يعني بطبيعة الحال أنت ممكن تقول لا عندهم مجال معين للتعاون أو حوكمة معين للتعاون، لا، اللي شفناه منهم أنه هم فاتحين مؤسساتهم وقلوبهم بحيث أنهم يتعاونون معنا في جميع المجالات. وحاليا أخ محمود عندنا منتدى للتحول التنظيمي برعاية القنصلية الكندية في فندق حياة الجنسي هنا في مدينة دبي الطبية، وعندنا ما يقارب 20 مؤسسة كندية علمية موجودة عندنا، وبيقومون بورشة عمل تخصصية ما بين الساعة 11:30 للساعة 1:30 استكمالا للاتفاقية اللي وقعناها أمس. وأيضا بيتم إطلاق استراتيجية الصحة النفسية أمامهم وإطلاق استراتيجية الاستثمار في المجال الصحي أمامهم، فبالتالي فتحنا باب كبير للتعاون من خلال هاي الاتفاقية أمس. جميل. دكتور خبرنا عن هذا المنتدى شوية بشكل مفصل، لأن كنت أبغي أدخل في موضوع المنتدى لكن تسبقتني. طول عمر هذا المنتدى اللي هو ربع سنوي اللي تقوم به هيئة الصحة بدبي لموظفي هيئة الصحة اللي هم قادة البرامج والمبادرات الاستراتيجية. إذا تذكر في 2016 للسادة المستمعين يذكرون في 2016 تم إطلاق استراتيجية جديدة لهيئة الصحة بدبي. أنا أحب أطمن الجمهور والمجتمع أن هاي الاستراتيجية على قدم وساق، أن ما يقارب الحين 500 إلى 600 شخص في هيئة الصحة يعملون على تنفيذ هاي الاستراتيجية مع 13,000 موظف في هيئة الصحة بدبي. وأيضا معنا القطاع الخاص، شفنا تجاوب كبير من القطاع الخاص على مدى العامين اللي فاتوا، تقبل كبير للاستراتيجية، دعم كبير للاستراتيجية، احتضان لمبادرات يمكن ما كانت على البال ولكن جت مبادرات جديدة من عندهم، وأيضا احتضان لمبادرات القائمة. فالمنتدى هذا نعمل كل ربع سنة في كل كوارتر. الحضور اليوم ما شاء الله يعني اضطروا الفريق أن ينزلوا كراسي زيادة لأنه كان حضور فوق المتوقع. أعتقد في قرابة كبيرة بين كندا وبين الإمارات في التعامل التعاون في المجال الطبي والتعليمي الطبي بالأخص. كثير من أطبائنا وطلبتنا بالضبط متخرجين من هناك، وحاليا عندنا عدد كبير يدرسون هناك. نطمح أن يزيد هذا العدد لأن مؤسساتهم العلمية الصراحة شيء يفلج الصدر، مستوى التعليم اللي وصلوا له، مستوى البحث اللي وصلوا له في كندا. ونتمنى أن تكون هاي فاتحة خير على الطلبة الإماراتيين لدراسة الطب في كندا والدراسات العليا في كندا أيضا. نتمنى دكتور إن شاء الله يعني مثل هذا المستوى نشوفه كذلك حتى في دولة الإمارات العربية المتحدة. أنا يعني عارف أن هذيل لهم باع طويل في هذا المجال، ولكن نحن الحمد لله اختصرنا في سنوات قليلة ما لم يعني دول بحضاراتها وتاريخها ما قدرت تحقق ربع اللي نحن، أي ربع؟ 10% من اللي نحن حققناه في عمر الدولة يعني البسيط مقارنة بالدول الأخرى. الحمد لله عندك اليوم مؤسسات عمرها 200 سنة موجودة ويانا في القاعة، أكيد بنتعلم منهم كثير. أكيد أيضا هدفنا أن استدامة هذا التعلم أو وجود هذا النوع من التعلم عندنا في دولة الإمارات، هذا شيء أظني بيخدمنا نحن وبيخدم أولادنا وبيخدم أحفادنا في المستقبل، بحيث أنه يكون هذا العلم موجود وهذه الخدمة الطبية أيضا موجودة. جميل. دكتور نحن بدينا بمكالمة عبد الرحمن، أنا عيبني وايد عيبتني مداخلتك دكتور، أن ذكرت أن اقتراح طيب وطورت دكتور بما أنه يكون يعني عمل مبادرة، قلت إن شاء الله يكون إلزامي وتشتغلوا على هذا الموضوع. أنت ذكرت أنه 500 إلى 600 شخص في هيئة الصحة وأيضا من القطاع الخاص قاعدين يشتغلون على هذه الاستراتيجية، هذا شيء جميل. أيضا أنكم أنتم منفتحين حتى على العملاء أنكم تأخذون اقتراحاتهم، تأخذون يعني المبادرات اللي يطرحونها
وتحاولون تطبقونها وتنفذونها وتحطونها ضمن الاستراتيجيات الخاصة في الهيئة. إذا حد من الناس دكتور يبغي بعد يعني يتواصل ويحط يعني يدخل مثل هذه المنتديات اللي انتم تقيمونها, يعني نخصص مكان حق العملاء ممكن من خلال تواجدهم يكونون إضافة كذلك لمثل هذه المنتديات, كيف ممكن؟ فكرة طيبة, ونحن عندنا المنتدى القادم تاريخ 14/5 إن شاء الله بالتعاون مع القنصلية السويدية في الدولة, فإذا حاب نقدر نعمل سيشن معين لمدة نص ساعة 45 دقيقة ونسمع آراء العملاء, وهذه مبادرة ما حطك أنت قائدها, شو رأيك يوسف؟ تامر يا دكتور, يعني هذا اللي تعرف اللي يقترح ويتوهق. لا, بما أنك أنت عارف مع العملاء وتستمع إليهم بشكل يومي, ممتاز. فأنت عندك الحرية الاختيار عدد العملاء واختيار أفكارهم وبإذن الله علينا التنفيذ إن شاء الله تعالى, ونحن ما نفتح المجال لكم مستمعين اللي حاب يشارك مثل في مثل هذه المبادرة أن يساهم معنا في رسم أيضا مبادرات واستراتيجيات خاصة في الهيئة, ما نفتح هذا المكان إن شاء الله من 40 إلى 50 دقيقة. فكرة طيبة, جزاك الله خير دكتور محمد الرضا مدير التحول التنظيمي في هيئة الصحة بدبي, شاكرين لك نحن هذه المداخلة, ودائما أنت يعني مبدع في أفكارك, وأيضا مكتبكم ما شاء الله أنا يعيبون الموظفين الموجودين هناك ما شاء الله كلهم يشتغلون, تحسهم مستانسين وهم يشتغلون, فنتمنى هذا النفس يكون في كل دوائرنا الحكومية. شكرا لك دكتور محمد الرضا. الله يحفظك, مشكور يا يوسف. إذا وصلنا لختام حلقتنا اليوم, نتمنى أن تكون حلقة يعني سريعة خفيفة عليكم, حاولنا نطرح العديد من المواضيع من خلال هذه الحلقة, يعني يوم الخميس على قولة ندى الملة يوم الخميس الونيس, نتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة. يوم الأحد بإذن الله بتواصل معاكم دكتورة ندى لأن أخذت وايد إجازات, فأنا بالتالي بعطيها البرنامج تقدمه روحه. شو رأي تميرة؟ زين؟ هي تقول لي زين. شكرا لك ميرا الغفلي, شكرا لك ناصر سليمي, وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي, وحتى نلقاكم بإذن الله مطلع الأسبوع القادم, نقول لكم إلى ذلك الحين دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.